رسالتي التانية هتكون للناس برضو اللي من أول مباراة يا دوبك كهربا نزل. وبالمناسبة في ناس كتيرة جدا بتتكلم من الناس المعتدلة، يعني الناس اللي شايفة أو الناس اللي بتعرف تحلل كرة قدم، بتقول إن كهربا كان واحد من نجوم المباراة في مباراة بلاتينيوم، لأنه نزل غير شكل أداء النادي الأهلي من الناحية الهجومية تماما الحقيقة. وبالتالي الناس اللي عمالة تكسر في كهربا وعمالة تقول لك أصل هو كهربا ضيع، أصل ضيع وهيضيع تاني، ضيع كرة سهلة وهيضيع تاني. هو ده المهاجم على فكرة، ان هو يضيع ولكن لازم يجيب. ان شاء الله هيجيب خلال الفترة اللي جاية، ان شاء الله هيبقى مؤثر جدا مع النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية زيه زي بقية زملائه. ولكن انا بتكلم على كهربا تحديدا، لان كل الناس طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي زي كعادة الكلمة اللي احنا دايما بنقولها لحضراتكم، بعض من لا يشجع النادي الاهلي مسكوا الموضوع ده وقال لك بص شفتوا كهربا بقى ده ضيع، يا عم ما عندوش فكرة، ده هيضيعكم. هو ده الكلام اللي بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. ولكن جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا، عارف كويس جدا ان مثل هذه الامور لا تؤثر من قريب او من بعيد على واحد زي كهربا، لانه كهربا اصبح لاعبا في النادي الاهلي، وبالتالي هو بيلعب في الناحيه الهجوميه. بالمناسبه للي ما يعرفش، يعني كهربا للي ما يعرفش من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، كهربا واللي بيلعب في الناحيه الهجوميه ممكن يروح للجون ويضيع، ولكن بيروح للجون ويجيب. هو المهاجم كده بيروح بيضيع بس بيجيب. تاثيره على الفرقه بيبقى عامل ازاي اي حد بيلعب في الناحيه الهجوميه. فالكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده او بيقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي هو كلام الغرض منه هو احباط كهربا من بدري. عايزين يعملوا احباط لكهربا ولبقية المهاجمين في النادي الأهلي من بدري، وده مش هيحصل، لأن احنا هنطلع نقول الكلام وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم خدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل في مثل هذه الأمور.